تحول الآن لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي للسيد وزير الخارجية. الأمين العام على تنظيمهم الجيد لهذا المؤتمر، ويعرف الجميع أن بعد هجوم حماس والمذبحة التي ارتكبوها إلى جانب الحدود بين غزة وإسرائيل، فإن الوضع قد أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة، وفقد تم اختطاف حوالي 240 شخص وأصبحوا رهائن، وقد تم تحرير بعضهم، وإن الشعب المدني يعاني الآن من القصف، وهناك الكثير من الضحايا ومعظمهم من النساء والأطفال، وهناك أيضا أزمة إنسانية لا تحتمل. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر توسع نطاق الحرب إلى المنطقة بأسرها. وماذا يمكن أن نفعل إزاء هذا الوضع؟ فنحن علينا أن نحاول أن نطيل أمد الهدنة التي تم الاتفاق عليها، والتي كانت شروطها تحرير بعض المدنيين الذين المختطفين. فإذا نحن نصب إلى تمديد هذه الهدنة، وذلك من أجل تفادي المزيد من الموتى. وهذا يمكن أن يسمح لنا بأن نذهب إلى تحرير كامل لكل الرهائن، وأن يؤدي هذا إلى وقف إطلاق النار يسمح لنا بأن نعمل على حل، على إيجاد حل سياسي، لأن الحل ليس عسكري. المشكلة بين فلسطين وإسرائيل منذ 100 عام فقط يمكن أن يحل، وإسرائيل يمكن أن تعيش في سلام إذا ما تم الوصول لحل يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بتقاسم الأرض، كل واحد منهم في دولة تخصه. في هذا الاجتماع تحاورنا، تناقشنا حول كيفية تخفيف الوضعية الأزمة الإنسانية في غزة، وكيف يمكن الإسهام في السلام والأمن في المنطقة في الإقليم، وكيف يمكن أن نجعل حوض المتوسط يضيف قيما لهذا المشروع. كما قلنا، فكان هناك توقف للنزاع، ويجب أن نمدد هذه الهدنة حتى نصل إلى حل سياسي يوقف دائرة العنف القائمة حاليا. منذ أيام توقف ارتفاع عدد الموتى في أو القتلى في غزة، 5000 طفل، و60% من المباني قد سقطت هدمت، والحرب لها قوانينها، وإسرائيل لابد أن تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. والرعب الذي سببته حماس بسبب هجمتهم لا يمكن أن يفسر أو يقنن إرهابا أو رعبا آخر. والسيد رئيس الادعاء بمحكمة الجنايات الدولية قال إن المسألة ليست واجبات أخلاقية، هي مسألة قانونية، ولذلك فنحن أخلاقيا وسياسيا لابد أن نفعل كل ما في وسعنا حتى نقلل معاناة الناس. ولذلك فلابد من تزويد المعونة الإنسانية كما قامت إسبانيا بفعله والاتحاد الأوروبي، وربما نضاعف قدر المعونة لأربع مرات أو أضعاف، لكن لا معنى أن نعطي معونة لأحد وهو سيموت في اليوم التالي. نحن نصلح الضرر، ولكن لابد أن تكون هناك وقفة لعمليات القصف
التي تؤدي عادة لقتلى، ولكن بمعنى المعونة الإنسانية هامة ولكنها ليست كل شيء. ما يحدث في غزة هو اضطراب لأخلاقي وسياسي للمجتمع الدولي الذي قال دائما أنه لابد من بناء دولتين، ولكن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا. ونحن اليوم نعرف أن فقدان حياة المدنيين، آلاف المدنيين، سوف يقص ويسرد جيلا حول آخر ويعاد إن لم نحصل على اتفاق سياسي يصلح هذه الوضعية. ولذلك فعلينا أن نخطو خطا بعينها. أولا تطويل مدة الهدنة، تحرير الرهائن، أن تفقد حماس التحكم في غزة كقوة عسكرية، لأنها منظمة آذت كثيرا الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن يعاد استعمار غزة من قبل إسرائيل. الأمر الثالث هو مسألة وجود مستعمرات غير قانونية في الضفة الغربية، وهذا هو أكبر مصدر للتوترات والمعوقات أمام حل لهذا النزاع. إسرائيل لها الحق في أن تحصل على سلام وأمن، ولكن لا يمكن أن تستمر في سياستها التي تخص بناء مستعمرات جديدة. والأمر الرابع هو أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى غزة، ولكنها لم تخرج من هناك أبدا، فالمستشفيات والمدارس وإدارات حكومية أخرى تديرها السلطة الفلسطينية وليست حماس. في هذه الحالة هناك آلاف الموظفين الذين يعملون في غزة تحت إمرة السلطة الوطنية الفلسطينية. حماس تخصصت في موضوع الأمن، ولذلك فلا بد أن ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لا يكون هذه المنطقة بمعنى غزة بؤرة لعنف أكبر وإرهاب أكبر، ويسبب حالات هجرة وحالات إزاحة أكبر ديمغرافيا، وأوروبا ستكون أول من يدفع الثمن إذا ما حدث هذا. ولذلك فمن مصلحتنا أن ننهي هذا النزاع. وبالنسبة لنا فالجميع يرى أنه لابد من بناء دولتين. وأود أن أشكركم جميعا كي تشاركوا معنا في هذا الحوار، السادة ممثل العالم العربي والإسماعيلي الإسلامي الذين أتوا من المملكة العربية السعودية، وهي ليست بلد متوسطي، وهو رئيس لجنة من اللجنة العربية الإسلامية. أولا قال لنا هذه ليست حرب بين اليهود والمسلمين، ليست حرب بين المسلمين والعرب والمسيحيين، هذه ليست حرب حضارات. البعض يريد أن يقدمها هكذا، وربما يدفعون تجاه هذا الأمر، ولكن علينا أن نقاوم هذه الدينامية أو الحركية. نحن هنا موجودون يهود، عرب، مسلمين، مسيحيين، حتى نتحدث عن السلام الذي لا يمكن أن يبنى إلا إن كان هناك حل عادل للشعب الفلسطيني وتأمين سلام إسرائيل بأسير ليب، ليست دفاعية وأمنية فقط. حماس بالنسبة لنا كأوروبيين هم يعني إرهابيين، هم إرهابيون، هناك فكرة ولا يمكن أن تقتل الفكرة، بل يجب أن نقدم فكرة أفضل من الفكرة السيئة، بمعنى أن
تجب أونا أن تجب واحدة الأخرى، ويجب أن يعني نبدأ بالسلام وأن ننهي دائرة العنف. وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر يخدم في هذا الصدد، ليس المؤتمر ضد إسرائيل. ونتمنى أن تعود إسرائيل للاجتماع. اجتماعنا كان لأجلي ومن أجل السلام. وأود أن أشكر إسبانيا التي استضافتنا، وصديقي معالي أيمن الصفدي رئيس وزير خارجية الأردن. أشكركم وأشكر كل البلدان الأوروبية التي حضرت حتى تكون برشلونة بمثابة صرخة ضد وفاة أو قتل عدد أكبر من الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يتقاسم هذه الأرض، كل منهما له دولته. إن لم يعيشوا سويا فليعيش كل واحد منهم ويتقاسم السلام مع الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أشكر رئيس أو وزير الخارجية الإسباني، وأود أن أشكر أيضا زميلي سيد بوريل وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط على عقد هذا الاجتماع اليوم. وأنا ممتن أيضا لكل الزملاء الذين قرروا أن ينضموا إلينا في هذا الاجتماع الذي يعقد في وقت فيه اعتداء صارخ وضحاياهم النساء والأطفال والشعب الفلسطيني البريء أو الناس الفلسطينيين الأبرياء، والحرب التي نراها تتطور على غزة هي مجرد عرض واحد للذعر الذي جلبته إسرائيل على الفلسطينيين لعقود. إذن علينا نضع الأمور في سياقها، وعلينا أن نقول أن هذا النزاع لم يبدأ في 7 من تشرين الأول أكتوبر. نحن نددنا بمقتل المدنيين في ذلك اليوم كلنا، ولكن علينا أن نضع الأمور في سياقها، وعلينا أن نقول أن ما نراه اليوم هو نتيجة لاحتلال لم يري أي آثار أو إشارة لنهاية، وحكومة عملت بشكل منهجي من أجل تقويض جهود السلام ولحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، وهي حكومة فيها وزراء ووزراء بالإنابة يقولون أن الشعب يجب أن يتم محوه عن وجه الأرض، ويحرمون الشعب الفلسطيني وينكرون ثقافة الشعب وتاريخه وينكرون حقه بالوجود. إذن هذا إرهاب أيضا. وقبل اندلاع هذا النزاع كانت هذه السنة هي السنة الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة الغربية، الأكثر دموية ليس فقط من ناحية الترهيب وسرقة الأراضي وبالتوسيع المستوطنات ودفع الفلسطينيين إلى جهة إلى مكان يكون ليس لديهم أي شيء يفقدونه، بل هناك موقف الحكومة الإسرائيلية التي تتصرف على أنه ليس هناك أي مسألة فلسطينية، وعلى أنه يمكنهم أن يكونوا أعلى من حقوق الفلسطينيين وأن يكونوا يعيشوا بسلام. فإذا هذا النزاع يرينا أن هذا الأمر غير ممكن، وهذا النزاع يرينا أن الطريقة الوحيدة لإحلال السلام في المنطقة هي أن يتم تعامل الفلسطينيين على أنهم بشر متساويين، وفي من أجل أن يتمكن الجميع من العيش بسلام من الفلسطينيين إلى الإسرائيليين. إذن اليوم كان لدينا حوار صريح وواضح، اتفقنا ولم نتوافق، وبعض الزملاء ما زلنا يسمون قتل أكثر من 14,000 فلسطيني وأكثر من 60,000 بيت وتدمير المستشفيات وحرمان الشعب من المياه والكهرباء والرعاية الطبية وما ذلك دفاع النفس. نحن نسمي ذلك اعتداء صارخ. حتى هؤلاء يقولون لإسرائيل أن تقوم بحربها ضمن القانون الدولي، ولكنها لا تقوم بذلك، فهي ترتكب جرائم حرب، وما يحصل في غزة هو في ما يندرج في التعريف القانوني لكلمة الإبادة الجماعية، وأن بعضنا ما زالوا متلكئون في الحث على وقف إطلاق النار. ونحن نطالب
تنفيذ وقف اطلاق النار مباشرة، لأنه مع مرور كل دقيقة على السماح لهذا الاعتداء بالاستمرار فيموت الفلسطينيون، ليس فقط من الرصاص الإسرائيلي بل أيضا من الحرمان، من المياه والكهرباء والغذاء وغير ذلك من الحاجات الأساسية. إذن علينا أن نكون واضحين، نحن كلنا نريد سلام دائم وشامل وعادل ومستدام. إذن هذا السلام لن يكون عبر تعزيز الاحتلال، ولن يكون عبر الاستمرار بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، والطريق نحو هذا السلام لا يمكنه أن يكون في عدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، فإن الطريق نحو السلام يمر عبر وضع حد للاحتلال وتنفيذ حل الدولتين من أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية بموجب حدود سنة 1967 إلى جانب دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام، وبهذه الطريقة نكون في منطقة نتعاون كلنا مع بعضنا البعض ونتقبل بعضنا البعض. علينا أن نتصرف بسرعة، وذلك لأن هذه الحرب لا تقتل الفلسطينيين الأبرياء فقط، بل هي تقتل 30 عاما من العمل الذي بدأ هنا في إسبانيا من أجل تطبيع فكرة السلام ولإقناع الجميع بأن السلام هو الطريق الوحيد نحو الأمن والكرامة. كل هذا العمل أصبح بدون معنى مع استمرار الحرب ومع فقدان كثير من الناس الأمل في مسار السلام. لذلك حين أقول أنه علينا أن نتحدث عن حل الدولتين، علينا أن نكون واضحين في معنى حل الدولتين. هذا يعني وقف الاحتلال. إذن علينا أن نسمي الأمور باسمها. حل الدولتين هي أن يكون للشعب الفلسطيني حقوقه، ويعني ذلك أيضا الالتزام بالقوانين الدولية أو بالقانون الدولي، ولا يمكننا أن نتحمل أن يكون لدينا مسار آخر. فلقد مر حوالي 30 سنة منذ مسار مدريد، لذلك علينا أن نجتمع معا وأن ننفذ حل الدولتين. وهناك سؤال أساسي يجب طرحه، لماذا أخفقنا في تحقيق حل الدولتين؟ والإجابة البسيطة هي أن إسرائيل قالت بانفتاح أنها لا تؤمن بحل الدولتين. فإذا كلنا نقول أنه من مصلحتنا جميعا ومن مصلحة الشرق الأوسط ومن مصلحة أوروبا ومن مصلحة العالم أن يكون لدى هناك سلام في الشرق الأوسط، وإذا كنا نوافق على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد نحو ذلك، فإذا ماذا نفعل إذا رفضت إسرائيل الامتثال لذلك؟ وأن إسرائيل الآن بالمثل تقوم برفض بالامتثال للقانون الدولي، فإذا ماذا سوف نفعل هنا؟ نحن هل سوف نجتمع هنا معا ونقول أنه علينا أن نوقف هذا النزاع وسوف نقوم بكل ما هو ممكن من أجل وضع حد لهذا النزاع، ويجب تشكيل الضغط على كل شخص يقف في طريقنا من أجل أن يقوم بأمور الجيدة أو الصحيحة للإسرائيليين وللفلسطينيين؟ لأننا حين نتحدث عن السلام لا نكون مع جهة دون الأخرى ولا نحبس جهة دون الأخرى، فإذا نحن نريد السلام لكل من الشعبين، نريد السلام من أجل أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون من دون إذلال الاحتلال ومن دون الخوف من الأمن. إذا أعتقد أنه قد حان الوقت لأن نتصرف بحسب مصالحنا وبحسب القانون الدولي، وأن نقف معا ضد الجهة التي جعلت من كل هذه الأمور مستحيلة. نقف ضدها، وأعني بذلك ضد السياسات التي تنفذها، لأن بعض الناس يقولون بأن اجتماعنا هذا هو أن نكون مع جهة ضد الأخرى، ولكن هذا ليس صحيح، بل حين نتحدث عن السلام نتحدث من أجل مصلحة الجميع، مصلحة الفلسطينيين ومصلحة الإسرائيليين. وإنه من غير المقبول إنه من يتحدث باسم السلام وحين تقول إسبانيا بأنها تقف مع حل الدولتين ولوقف الحرب يبدأون باتهامها ببعض الأمور. إذن
أعتقد أن الكلفة المروعة لهذه الحرب تملي علينا أن نتصرف بوحدة وبقوة وبسرعة من أجل وقف كارثة تهدد أمن المنطقة بأسرها، وسوف يكون لديها تداعيات سوف تذهب أبعد من المنطقة وإلى المستقبل أيضا. وهناك نقطة أخرى أود أن أبديها، وهي مصداقية القانون الدولي. إذا القانون الدولي قد تم وضعه من أجل أن يمتثل به الجميع، تم وضعه من أجل أن تلتزم به كل الدول، ولم يتم وضعه من أجل أن يسمح لبعض الدول أن تخترقه. وإسرائيل تخترق القانون الدولي، وإسرائيل تتصرف على أنها فوق القانون، ويجب أن يتوقف هذا الأمر، لأننا إن لم نقم بذلك فإن الرسالة التي نرسلها بأنها هي أن تنفيذ الإنساني الدولي يتعلق بمن هو المنتهك ومن هي الضحية. ولقد قال جوزيف شيء مهم، إذن هذه ليست حرب دينية، وهي لم تكن أبدا حربا دينية، بل هي حرب، هي نزاع جذوره في دولة تحتل دولة أخرى، دولة تتصرف وكأن 5 ملايين فلسطيني هم غير موجودين وليس لديهم حقوق. نحن في الأردن لقد أقمنا السلام منذ 30 عاما، ونحن ملتزمون بهذا الأمر، السلام العادل والدائم، وذلك من أجل أن نتأكد من أننا لن نعيش الأمور التي تم يعيشها بعض الناس في الأسابيع الماضية. ولكن أجل تحقيق ذلك علينا أن نعرف، لا يمكن إحلال السلام فوق رؤوس الشعب الفلسطيني، لا يمكن لإسرائيل أن تعيش بسلام إن لم يعيش الفلسطينيون بسلام، وعلى الحياة والأرواح أن يكون لديها القيمة نفسها، الحياة الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين. نحن نريد سلام يحمي كل الأرواح، كل أرواح الفلسطينيين وأرواح الإسرائيليين، وهذا هو السلام الذي نحث أصدقائنا ليساعدوننا من أجل تحقيقه. إذن مرة أخرى، اليوم عقدنا اجتماع بالغ الأهمية، قمنا بحوارات عميقة واتفقنا بعض الأمور، ولا نتفق على بعض الأمور، ولكننا اتفقنا على بعض الأمور الأساسية، واتفقنا أن القتل يجب أن يتوقف. يمكنكم أن تسموه وقف إنساني أو وقف إطلاق نار، يمكنكم أن تختاروا الكلمة التي تريدونها، ولكن يجب أن يتوقف هذا الأمر. واتفقنا جميعنا بأنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي، واتفقنا أيضا أن التموينات أو المواد الكافية يجب أن تدخل غزة، كل غزة ليس فقط جنوب غزة. أن نقل السكان هو أمر غير مقبول، وأن التهجير هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي هو أمر غير مقبول، والملايين الفلسطينيين الذين تم دفعهم خارج منازلهم بعد تدميرها من شمال غزة إلى جنوب غزة يجب أن يعودوا إلى منازلهم. فإذا نحن اتفقنا، وأن موقف الوفد العربي والإسلامي الذي حضر هذا الاجتماع، لقد قلنا أن غزة لا يمكنها أن تكون موجودة وحدها، لا يمكن أن يكون هناك إدارة للأمن في غزة، لأننا رأينا ما هي نتيجة هذا الأمر. إذن غزة لا يمكن أن تكون وحدها، إذن على هذه الحرب أن تتوقف، وأن تتوقف فورا من أجل حماية الفلسطينيين وحمايتهم فورا، ليتصل إليهم مواد كافية ومباشرة الآن، ويجب أن يكون هناك حركة عالمية خلف خطة من أجل وضع حد لهذا النزاع على أساس حل الدولتين وبحسب القانون الدولي والمعايير المتفق عليها. وأود أن أذكر الزملاء هنا أنه في سنة 2002 قام العالم العربي إنه جاهز ليقوم بعملية سلام مع إسرائيل ولتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن على إسرائيل أن تنهي احتلال الأراضي المحتلة وأن تنتقل إلى السلام على أساس حل الدولتين. إذن هذا ما سوف نستمر بالعمل من أجله، ولكن إلى ذلك الحين علينا أن نركز على ما هو مهم في هذه المرحلة، وما هو مهم هنا هو تفادي قتل
شخص واحد إضافي على الأقل. إذن لقد توقف المجتمع الدولي عن تعداد ضحايا هذا الاعتداء، ولكن العوائل لم تتوقف عن ذلك، فهم ما زالوا يعدون كل شخص يفقدونه أو يدفن تحت الأنقاض ويموت لأنه ليس هناك دواء في المستشفى أو ليس هناك أغذية. إذن قد يكون المجتمع الدولي قد توقف عن تعداد الضحايا، ولكن العوائل الفلسطينية تعد ضحاياها يوما بعد يوم، وعلى ذلك أن يتوقف من أجلنا كلنا في المنطقة. لا يمكننا أن نسمح للكراهية أن تحدد ماهية مستقبلنا، ولا يمكننا أن نسمح بنزع الهوية الإنسانية عن الأشخاص من أجل تحدد مستقبلنا. إذن علينا أن نكون لقد دقنا ذرعا، لك علينا أن نتوقف من الحرب عن الحرب وعن النزاع. علينا أن ندخل في مسار نحو السلام الدائم والمستدام الذي لا يمكن أن نصل إليه إلا حين يحصل الفلسطينيون على حقوقهم وكرامتهم، ومن أجل الحد من مخاوف إسرائيل الأمنية أيضا. إذن هذه هي المهمة الموجودة أمامنا، إنها مهمة كبيرة، ولكن يجب ألا نألو جهدا لتحقيقها، لأن البديل هو المزيد من القتل والمزيد من الدمار واليأس. شكرا. أود أن أبدأ بشكري الرئيسين بالتشارك، السيد الوزير الصفدي والنائب الرئيس جوزيف بوريل، بالإضافة إلى مضيفنا السيد ألفاريز، على استضافتنا هنا تحت مظلة الاتحاد من أجل المتوسط اليوم هنا في برشلونة. لدي تذكير سريع هنا، لأن هذا الاجتماع كان مفترض به أن يكون اجتماع احتفالي، لأننا نحتفل بالذكرى 15 لتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، ولكن وللأسف بسبب الظروف المأساوية الحالية اتخذنا قرار ومحق للتركيز في هذا الاجتماع على الوضع المأساوي الحالي في المنطقة. وكما قال الزملاء قبلي، قالوا إننا كلنا قد أدن الهجمات التي حصلت في 7 أكتوبر والتي أدت إلى اختطاف وموت الكثير من المدنيين في إسرائيل، ولكننا أيضا نشهد وضع لا يمكن تخيله في فلسطين، حيث نشهد العقاب الجماعي الذي يفرض على شعب بكامله، مع تجاهل كامل للقانون الإنساني الدولي ولحرمة الحياة البشرية للنساء والأطفال، ليس فقط في غزة بل أيضا في الضفة الغربية. إذن على هذا الجنون أن يتوقف، وهذا هو موضوع هذا الاجتماع، وعلى هذا الجنون أن يتوقف الآن، وهذا هو موضوع هذا الاجتماع أيضا. وفيما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، فأنا قلت وبوضوح أن التعاون الإقليمي لا يمكنه أن يستمر بسلام وحوية سلام من دون رفع التحديات الملحة التي نواجهها فيما يتعلق بالظلم والاحتلال وغياب الحل السياسي للنزاع العربي الإسرائيلي، لأن ذلك يؤدي إلى الكثير من المسائل أو الأسئلة. هل نحن سوف نلتزم بالنظام الدولي لديه قواعد؟ هل سوف نطبق المعايير نفسها التي نطبقها في أوروبا حين نواجه احتلالا في منطقتنا في الشرق الأوسط؟ إذن هذه أسئلة علينا أن نجيب عليها معا. ولكن يسعدني بأنني قد شهدت كأمين عام على توافق كبير، وهذا ما عبر عنه المتحدثون قبلي، وذلك فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو الوقف إطلاق النار من أجل غايات إنسانية وتحرير غزة، وكل النقاط التي تم التعبير عنها فيما يتعلق بال النقاط الأساسية 5 أو 6 التي تحدث عنها كل الفرقاء هنا وتوافقوا بشأنها.
إذا سوف أختتم بالقول التالي: يوافق الجميع اليوم على الحاجة للتحدث عن إرادة مشتركة أورو متوسطية وحل يؤدي بنا إلى السلام العادل والمستدام في الشرق الأوسط، وكما قال الجميع من قبلي يستند إلى حل الدولتين. وأود أن أذكر النقطة الأخيرة التي قلتها خلال الاجتماع، فبالطبع هناك قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر وبعده للتعاون في المتوسط وللاتحاد من أجل المتوسط، وذلك لأنه الوصول إلى تكامل وتعاون كامل في المنطقة يمكنه أن ينجح فقط عبر السلام العادل والشامل لفلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها. شكرا. هاي، ثانك يو. شكرا جزيلا. سؤال من سوز الجنيدي من جنيدة الأهرام.